يا حلوة عالوتر كل الخبر كله عالوتر. يا ابو مشادو مش عارف والله يا ماما يا يا زين والله والله عيب تضرب هطولك. ما هو ما هذا خربهم غيرك يا بتعرف. انا ليش بحترمك؟ ليش؟ لاني اول شيء انت ابوي، ثاني شيء لانك اكبر مني شوي. تفضلي تفضلي يا ابنك الغبي، شو بعتي؟ ايه وجايب الغبا من برا، شو قصدك؟ ليش ما تقول انه طالع لاخواله؟ يا ابو مشان الله انت ليش معصب؟ نفسي افهم انت ليش معصب. انا مش معصب مش معصب، بدي اعرف الغله تحت المحل مين سرقها؟ يا شباب هو انا الوحيد اللي بفوت على المحل، ما في عندي اخواني الثانيين متعب ومهاوش. متعب ومهاوش سارقين المحل من الصبح من الصبح. عاد يعني انت السبب؟ انا السبب؟ وللاخر يعني ليش؟ انت السبب. طول عمرك كحتوت وبخيل عليهم، انت اللي خليتهم حراميه صراحه. او الا بهو الواحد يحكي الصراحه يعني. يعدمني اياكم انت وامكم. اخوانك وين؟ ما بعرف. هسه بتلاقيهم دايرين على القهاوي وعلى المطاعم عشان يصرفوا المصاري اللي سرقوها. بس انا بورجيكم من اليوم وطالع بدي اورجيكم. ما شاء الله يا ابو خلص خلص بنعيده. لا حول ولا قوة الا بالله. عيلي عيلي. فتح. شو هذا؟ ابو غضب مات؟ والله ابو غضب مات. الله يرحمك ابو غضب. الله يرحمه دايم الله. انت دايم ابنه؟ انت ابنه؟ انا ابنه. خير ان شاء الله، في شيء؟ لا بس شايفك مش سائل يعني. لا انا مش سائل. كيف مش سائل؟ سائل بس انا مبسوط يعني، الحمد لله الحمد لله انه مات. طب امتى الدفن؟ بجوز ما ندفنوش. لا حول ولا قوة الا بالله. هيك حكي هذا بترضى فيه انت يعني؟ هيك الواحد بتمنى الموت لابوه؟ والله ما بصير يعني. توكل على الله توكل على الله. لا حول ولا قوة الا بالله. توكل على الله. ولو عندك زي ابوي بتسولف هالسوالف؟ شو اللي بدك اياه يا ولد؟ بقول لك مصاري ما معي. انا اللي بفهمه اشي واحد، انه معك مصاري، اعطيني لو سمحت. من وين بده يكون معي مصاري؟ شايفني موظفة وباخذ راتب؟ اسمعي لا تطلعيها من راسي، يمه انا بعرفك، كل يوم بتغيري بالليل على جيبة ابوي وبتاخذ اللي فيه النصيب، اعطيني مصاري. لا حول ولا قوة الا بالله، خذ. هاي اللي معي. اعطيني كمان واحدة، اطلعي بالمعلوم. اطلع بلاش فتشي. ها خذ. والله يا خوفي داير هيك وهيك. لا عرفتي انا حالك ما شاء الله عنك. باي امي. روح روح يا وردي عليكم وعلى هالترباية، الله يهديكم. بس دايما الله يا ابو غضب، انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحم، الله كان زلمه لطيف. بس انا قلت هذا يعني راح تصيبه جلطه لانه كبير، حجمه كبير، راسه هالقد وطويل ما شاء الله. لحمه لا حول ولا قوه الا بالله. مسكين يا ابو غضب، الله كان مدغل هالزلمه طول عمره هو يعاني. يلا رحمه الله عليك يا ابو غضب، رحمة الله عليك يا أبو غضب، رحمة الله عليك يا أبو غضب. يا حبيبي يا أبو غضب، الله يرحمك يا أبو غضب، الله يرحمك يا أبو غضب. فوتني؟ الله يرحمك يا أبو غضب. اسمع مين بتحكي؟ يا الله مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صاحي انت صاحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا زماله معقول الاموات بتطلع؟ ايه فعلا قالوا ارواح مجنده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدى اهدى فعلا. ابو غضب مات. مين قال لك انه مات؟ ابو غضب ابو غضب صاحب الدكان مات. ابو غضب غير انا بعينه قدامك. مين اللي قال لك انه مات؟ يعني مش انت اللي الروح تاع اللي هاي اللي غافل؟ ما مين؟
ابو غضب مات، اولاده قالوا لي مات. ايوه هاي الورقه، اقرا الورقه. يعني هسه مصدق الورقه ومكذب لي؟ اكيد واحد من الاولاد هذا عملها الكلب. اولاد مين؟ اولادي. هو في غيرهم مستعجل علي؟ الله لا يوفقهم. والله يا ابو غضب الله يرضى عليك، افتح لنا دكان خلينا ناخذ لنا شويه اغراض يعني هيك، وتسجلهن على دفتر الله يرضى عليك، شويه يعني حوائج للبيت يعني. لا 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 لا، اسمع، الدين ممنوع والعتب مرفوع والاسعار كلها غليت، وانت بدك تشتري على السعر القديم. بديش ابيع. الله لا يردك، عمرك لا بعت. اقول لك والله اللي زيك حرام انه يتسبب بشيء. خليك، خلي بوجهك هيك بهالورقه هاي، اللي عملوه اولادك فيك والله قليل عليك. روح يا زلمه، روح روح، مش بلاقي لك شغله انت؟ روح بقول يا زلمه، روح من وجهي، روح مش على الله، روح روح. جاي تقرا الفاتحه وانا ميت قال روح لك يا صروح، روح. وين روحتها جميلة؟ وين الأولاد؟ ها؟ مرتاحين مكيفين؟ نايمين؟ شو وراهم؟ الأب بروح وبيجي وبجيب وبودي، وتالي النهار تيجي المرة بتقول لك والله شو عامل لي انتي؟ شو سويت لنا انتي؟ بعد كل هالتعب الله أكبر، الزلم يحرض ويشتغل ويفتح الحرس بتاعه، وتالي النهار بدل ما تغسل له جريه وتدير بالها عليه وتحمل عليه تصير تقول له ايش؟ انت شو عامل لي انت؟ انت شو عامل لي انت؟ شو عامل لي انت؟ شو عامل لي؟ لا 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 لا، شو عامل لي؟ شو عامل لي؟ شو عامل لي؟ شو عامل لي؟ الله اكبر، من يوم ما اتجوزتش لليوم انا مش عامل لك شيء. لا مش عامل لي شيء. وش يا بنت الناس، ما انا طول حياتي وانا اركب واتعب واشقى، مش هان مين؟ مش هاني ومش هاد الاولاد. لا عمي النجميله، اذا ذهبات بعتهم عشانك. نعم نعم نعم. بحياة ابوك. اه هسا انت بعت الذهبات مشاني ولا مشان مين؟ لا مشان ابوك. لا مش متذكري مره لما انحبس على الشكات؟ اه ورحنا تكفلناه وانت بعت الذهبات ورحت دفعتي محل. طيب واذا ما اشتريت لغيرهم؟ كم اشتريت لجيش غيرهم؟ بدي غيرهم. الله اكبر، ما انا جبت ليش اول مره، ليش بدي ثاني مره؟ لا بدي ثاني مره وثالث مره ورابع مره على حساب بشتغل وبتعب، بدي ذهبات. ليش ذهبات؟ طلع ايديك يا فضيان، طلع مش عيب؟ اريحلك، انظف انظف انظف، خلص قد ما بتسولفي تغيرني. بتعرفي؟ شو؟ بتعرفي؟ شو؟ الحياة تغيرت. مزبوط. الناس تغيرت، حتى الابن ها صار يموت ابوه مشان ايش؟ مشان مصلحته. ها؟ الحياة صارت بس لغتهم لغة المادة. آه والله. بتعرفي؟ اليوم هذا ابن ابو غضب موت ابوه مشان ايش؟ مصلحته. ييه. ها؟ يعني ما مات وما مات. آه. ايش هو حاط ايش؟ اه هيك عمل عشان مصلحته. آه. يا بنت الناس بتعرفي؟ يا الله العاطفة راحت من الناس. صح. والله صارت العلاقة علاقة مادية للأسف. مزبوط. ها؟ الأولاد جوا؟ اه والله أني بحبهم. وما بحبهم كمان. يعني قلبي على ابني. آه. وقلب ابني على الحجر. هذا صح. اه والله. جاهزي جاهزي. طب وين بدك تشتري ذهبات؟ وش خلص؟ خلص لها السحيشة. بل اهلا ولعبت يا زهر وتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكة السؤال ورحت الأول واحد مش عارف شو الباقي أنا مش عارف شو أغني نفسيتي زي الزفت. قوم أنا. قوم يا ساتر، وين يقوم بنصاص هالليالي؟ بدي أروح أنا وياه مشوار عند العم غافل. وشو بدك فيه العم غافل؟ أنا اليوم الصبح زعلته وبدي أروح أراضيه هسا. وليش زعلته؟ زعلته من عمايلك انت واخوانك. طيب وغضب شو بدك فيه يروح معك؟ انا قلت باخده معي بسمع له كلمة منيحة، بسمع له حكمة نصيحة، ترى العم غافل زلمة حكيم. ها يا هو انا مش مرتاح لك، بدي اسالك سؤال يا ابو عنجد، انت بدك تروح للعم غافل عشانه طيب وحكيم ولا عشانه يعني ما تخسره كزبون؟ سامع كلام ابنك؟
ايش في؟ قوم قوم دقيقة دقيقة. أنا قوم. وين أقوم؟ قوم معي قوم قوم. يابا خليني اسمع خذ ذاني وخليني هون. خذ ذاني قوم بقول اتحرك. مشان الله مشان الله بدي إياها يابا. اسمع فيها. هذا هو طول عمرك ظل ازرع وداوي ازرع وداوي. آخ آخ بس. قوم افتح الباب. يما 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 الحقوني. شو يابا؟ مين اللي على الباب؟ ها الناس اللي بيخوفوا يا بابا. مين اللي بيخوفوا يابا؟ الغضب وابوه. طب فوت انت امي جوا. فوت فوت انت امي جوا. فوت. يا ربي يا الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا حول الله يا رب. اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصراحه عم غافل احنا جايين نعذر اليوم على اللي صار. ولا يهمك يا عمي ولا يهمك. اهلا وسهلا صدر البيت لكم. تفضلوا 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 عمي تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا ميت مرحبا يا ميت مرحبا. اهلين يا عمي. اهلين. هذا ابنك غضب. اهلا وسهلا يا غضب. هذا اصغرهم. قديش عمره؟ 15 وشهرين. 15 شهرين. ها كلها و15 شهرين. يما يما هدول ليش جايين لأبوي؟ ما انت سمعتي زعلين أبوكي وجايين يعتذروا له ويصلحوا. إذا هيك بسيطة. انت ليش خايفة؟ بصراحة ما بحبهم وابنه هذا شكله حرامي. أيوة شكله حرامي. تخيلي هذا الحرامي جاي يخطبك. لا يم شو بتصلح. مشان الله بنتك أنا. مشان الله لا تعيديها. تسمعي كلامي تدرسي منيح. بتضب الغسيل. روحي نادي أخوكي خليه ياخذ القهوة. يا عم غافل أنا جاي أشكي لك على أولادي بيكرهوني. ما هو أنت السبب. أنت أصلا ما بتنحب. أنا؟ ليش يا عم غافل؟ كيف ليش؟ يعني معقول واحد يسمي ولاده غضب ومهاوش ومتعب وزعلان ومغضوب؟ يعني شو بتتوقع؟ ابنك غضب ها تتوقع انه يطلع طبيب اطفال؟ طبيب اطفال؟ ماشي بس عمرك شفت ابن بيسرق ابوه؟ يسرق ابوه؟ مستحيل. هذا الحمار سرقني. ها؟ بدي اعطيه درس عمره ما ينساه. تعال محلي تعال تعال. عمي يا غضب يعني بدي أعلمك درس. تحطوا حلقة بإذنك. رضا الله من رضا الوالدين. يعني اللف لعندي شوف. اللهم صل على سيدنا محمد. اسمع بدي أقول لك إذا ضربك أبوك يعني على خدك اليمين بتدير له الشمال. بدي أعلمك الدرس. أنا أفرض أني أنا أبوك بدي أضربك على خدك اليمين. ماشي يا عمي؟ هاي أشوف ارفعه. معناته انت ما استوعبتش الدرس عمي. يعني ما حفظته. شوف يعني بدي اقول اذا ضربك ابوك اخدك اليمين بتدير له شمال. اعلمك الدرس عمي. يلا شوف. ها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد. تعال يا عمي هذا ابنك من ضربش. يعني شو هذا؟ تفضلوا القهوة تفضلوا القهوة. حطها يابا حطها يابا حطها. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تعال يابا هون تعال تعال. هذا ابني علي شايفينه؟ ما شاء الله عليه مؤدب وخلوق ومعروف. روح يابا جيب لي هالمزهرية. حاضر. أهلا وسهلا أبو غضب. أهلا وسهلا يا عمي يا غضب. هلا هلا بيك. أهلين يا ميت مرحبا. اسمع يابا يا غضب اسمع يا عمي. هاي المزهرية فيها 500 دينار. شايف؟ بتعرف انه في بالمزهرية مصاري؟ بعرف يابا. بتمد ايدك عليهن بغيابي؟ اعوذ بالله. اذا احتجت بطلب منك. سمعت يابا؟ بطلب من ابوه بعطيه. انت بنطلب منك بتبهدلنا. هذا ابنه محترم وناجح مش زيك. سامعين؟ على اذنكم. هذا 15 عمره؟ الـ30 شو مساوي؟ لا داري سيبك منه. هلا اسمعني يا غافل بدي نصيحتك. شو بدي اسوي معهم حتى يكونوا ايد واحده؟
احكي لهم قصة رزمة الأصل. يا زلمة عملتها وهذا الدب خرب القصة. خمسمية دينار بالمزهرية، والله هاي صيدة سهلة، بس كيف؟ فكر يا غضب، فكر، بدها هاي الصفنة، فكر، بلاقيها، بلاقيها. لا تخليه يشوفك. ها هيو راح ما شاف. الحمد لله. اسمع انا بدي اطلع على البيت. ايه ولك انت مجنون؟ وين تطلع؟ ما هي بنته ومرته وابنه جوا الدار. يا زلمه ابنه طلع على الجامعه من الصبح. الحمد لله طمنتني. ولك انت غبي اذا ابنه طلع على الجامعه. طيب ما هي بنته ومرته جوا الدار يعني بدك تفوت وتقولهم معلش يا جماعة إذا سمحتوا فوتوا على الغرفة الجوانية بدي أسرق من المزارية؟ لا يا حبيبي أنا دارسها مزبوط. أنا بدي أروح بحجة إني بدي أسأل عن العم غافل. حلو؟ سألنا عنه بعدين. بعدين هن راي فوتن على المطبخ. خلال فوتتن على المطبخ بفوت أنا بأخذ المزارية وبأخذ الفلوس اللي فيها وبفل. مع أني بعرفك غبي وراح تدمر الدنيا بس روح جرب حظك. خليني أروح. يلا أنا رايح. راقب لي. روح. شو 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 تعال صرت مخلصة نشر الغسيل؟ لا أكيد لأنهم كتار تركت لك سلة الغسيل على السطح. اطلعي كملي. بالله اسم الله عليكي ما حدا راح يكملهم غيرك يما يا حبيبتي. تعلمي كيف تنشر. يلا قدامي. لحقينك انبسكت. شو؟ لا يا زلمة لا زبطت 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 500%. شو صوتك؟ يلا 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 يلا